مرحب بكم برنامج أنامل ذهبية قناة طيبة. أنا ليس حسين. بديت النحت من بدري شديد كويس. بديت أول حاجة طبعا بالتكشير، في حاجة اسمها تكشير، المعلم بوضب لك الوردة وانت بتقوم بالتكشير بس بتكمل للقطعة. بعد ذاك بتدوك تاني تشخيط، تشخيط أول حاجة مثلا عمل لك فيونكا، انت بتشخيط الفريم الفوق. لحد ما يدك تقع حبة حبة تمسك الموز، المرحلة الأخيرة تمسك الموز تتعلم الورد، تتعلم الصفق، تفستين الشغلة. فالحمد لله تعلمت الشغلة وحبيتها شديد. في أشكال معروفة هنا، يعني المعلمين الأكبر الأقدم مننا لقينا أشكال ثابتة معروفة ويتمرسنا عليها، يعني هي ثابتة في أي شغل بتكون قاعدة. أما لو عايز تجيب حاجة إضافية من عندك تخش النت تبحث تجيب حاجات من عندك، لمستك أنت لازم تكون بصمتك حقتك أنت، يعني ما في زول بيشتغل. مبدع فيه يكون شغل كثير، ما في يعني زحمه بتاعت شغل كثيره كده، انت بتكون عايز تنتج بس. اما لو عايز حاجه خاصه فقطعه ثلاثه قطع اربعه قطع خمسه قطع دي بتبدع فيها. اما غير كده بيجينا او طلبيات، مثلا جات طلبيات بيكونوا دارين نحت معين خاص كله. الشكل الحلزوني ده ما بياخد زمن كتير وشكله جميل، يعني حتى في الشغل الوراي ده، في شغل التوم ده يعني هو بيشتغله أنا بجي اليوم الثاني بنحته، يعني هسي شغل الليل اللي اشتغله ده أنا بجي عليه اليوم الثاني. طيب أما شغلي أنا براه ده كله بفنشه براي. والله بحتاج مساعد طبعا، يلا عندي التاكشر ده هنا، لو وقفت القطعة دي ممكن توقفوها. ده هنا اسمه التاكشر، ده التاكشر ده بيشتغلوا الصناعي معاي، انا بفنش له الورده دي، بعمل الصفق ده كله، بقفل لي الفريم ده هنا كده، الفريم ده بقفله له، يلا هو بيعمل لي التاكشر ده. خلاف كده بيرفع وبنزل لي نفسي برنامج هنا. يعني انا كل ما شغليكم يعني بحب يعني أوسع شغلي لقدام، أجيب حاجة مخالفة من السوق، يعني حاجة تكون ما متكررة كثير. يعني كل يوم أخترع حاجة جديدة، يعني فكرة جديدة ذاته، شكل القطعة ذاته.